لم تنتهي ذيول الصراع بين الملكين القدامى ولجنة المستأجرين، فنقيب الملكين القدامى جوزيف صغيب مثل لساعات أمام المباحث المركزية في قصر العدل للتحقيق معه في دعوى رفعتها لجنة محامي المستأجرين على خلفية الاعتداء الذي تعرضت له أمام المجلس الدستوري أثناء تقديم طعن بقانون الإيجارات. التهمة الأكبر الموجهة في الدعوى هي محاولة قتل، وقد ترك صغيب على أن تستكمل التحقيقات لاحقا. هذه شكوى تقييدية وما في غاية منا إلا التشهير فينا ومحاولة إسكاتنا وإسكات صوت الحق، ونحن صوتنا ما رح يسكت. الاعتداء على أي محامي هذا شيء ما بيجوز كليا. كل ما يمس كرامة المحامي يمس كرامة النقابة، ولكن نترك الأمر للقضاء. مشهد الاشتباك أمام المجلس الدستوري لم يتكرر هذه المرة، لأن محامي المستأجرين جلسوا في بيت المحامي فيما وقف في شكل رمزي بعض الملكين القدامى أمام قصر العدل. الطعن كان قد قدم الساعة 8 الصبح أو 8 ونص الصبح، وبينما الأشخاص اللي إجوا من بيناتهم كان في محامي حاول دهس الملكين لمن وقفوا بوجهه قدام سيارته، ما كان معه أي طعن قدمه، وبالتالي ما بعرف إذا فينا نقول كانوا جايين يقدموا أو يقوموا بعملهم. الاعتداء علينا أمام المجلس الدستوري كان عن سابق تصور وتصميم. الاعتداء وقطع الطريق على المحامين والاعتداء عليهم أمام المجلس الدستوري كان واضح وموثق في الشريط الفيديو، وكان هدفه منعنا ومنع أي شخص من الدخول لتقديم الطعن أمام المجلس. الدعوة لا تقتصر على صغيب وحده، بل تشمل بعض الأسماء الأخرى بتهم تشهير واعتداء وغيرها.